فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. الشيخ، مما نراه أن هذه الجرأة على كتاب الله وسنة رسوله عند من نال قليلا من العلم ليس موجودا في العلوم الأخرى، يعني يعطون العلوم، ليس من أدرك قليلا من الطب زعم أنه طبيب ويفتي، ومن أدرك قليلا من الهندسة أو الرياضيات أو الجغرافيا أو التاريخ زعم أن له حقا يقول الكلمة الأخيرة والفصل. في المقابل في أحكام الشريعة لا يسلمون لأهلها المختصين، ويزعمون مثل ما ذكر الشيخ أنه المنازعة في شيء قليل قبل أحكامه جمع حواشيه وأطراف. نعم، هو كذلك، يعني أن الذي عنده قليل من الطب لا يتوقف عند علمه ولا يدخل في طب لا يعرفه، لأن هذا يترتب عليه هلاك الناس. نعم. وكذلك الصناعات والمهن والحرف لا يدخل فيها إلا من يتقنها. أما مسائل الشرع فعندهم أنها حما مباح لكل أحد يتكلم فيها، من هب ودب، الجاهل والضال والمغرض يتكلم فيها كل من شاء، وأنها حرية، وأن حرية الرأي عندهم من هذا النوع. وإذا قردوها لآلهة قالوا تحجرون علينا، وقالوا من تب أوصية، يقولوا من الحين ينادون يقولوا من تب أوصية على الناس. طيب، نحن نبلغكم رسالات الله، نبلغكم كتاب الله وسنة رسوله، ما نحن أوصية، بل الله وصانا بهذا. الله جل وعلا يقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، فنحن الله وصانا بهذا، وصانا بأن نبلغ وأن نبين للناس، وهذا لأجل الإشفاق عليهم ومصلحتهم، أو من أجل الترأس عليهم أو احتقارهم أو نحو من ذلك. ولا يظن بحذاق الأطباء والمهندسين إذا حذروا من المتعالمين أنهم يحجرون على الناس، هكذا. ولهذا يقول في المثل، يقولون يفسد الدنيا أربعة: نصف فقيه، ونصف طبيب، نعم، ونصف نحوي، ونصف فيلسوف. هذا نصف الفقيه يفسد البلدان لأنه يعني يفتي بغير علم، ونصف الطبيب يفسد الأديان، نصف الأبدان. الطبيب يفسد الأبدان، نعم، يفسد الأديان. نصف المتكلم، احنا قلنا فيلسوف، لا، متكلم. نعم. نصف المتكلم يفسد الأديان، يفسد الأديان. ونصف النحوي يفسد اللسان. يفسد الدنيا أربعة: نصف فقيه، نصف طبيب، نصف نحوي، نصف متكلم.